بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معادنا مع المحاضرة 27 من محاضرات مادة MT262. آخر حاجة اتكلمنا فيها كان موضوع Extending Mean Problem. وارد إن حد يقول لي إن إحنا اهتمينا بالبرنامج بتاع الأفريج أو المين، حساب المتوسط الحسابي، يعني اهتمام مبالغ فيه، ولكن الفكرة إن أنا متوقع منه سؤال في الامتحان. ممكن يسألك عن الداتا تيبل، ممكن يسألك عن الديزاين، ممكن يسألك عن الكود. طبعا هو في البداية بدأ في يونت 1 يتكلم عن موضوع الأفريج بطريقة عادية جدا، مجموعة من الأرقام بحسب الأفريج بتاعها، عبارة عن مجموع القيم على عددها. الأرقام بتاعتي كانت أرقام ثابتة. بعد كده بدأ يطور من الكود ويستخدم وايل، بدأ يستخدم اللوب، وكان الكونديشن بتاعه إن الكاونت اللي هو الكاونتر بتاعه أقل من 50، من 0 لحد 49، إذن اللوب هتستمر كم مرة؟ هتستمر معايا 50 مرة. إذن أقدر أدخل يعني كإنبوت بالنسبة لي 50 رقم وأحسب بالنسبة لهم الأفريج. طبعا في الحالة ديت أنت مضطر كيوزر إنك أنت تدخل 50 رقم. بعد كده بدأنا نطور في الكود أكتر ونعمل كونديشن مختلف، ده موضوع المحاضرة اللي فاتت. قلنا إن النكست نمبر لا يساوي إيه؟ لا يساوي ماينس 1، بمعنى ان انت كيوزر ليك الحق انك انت تخرج من اللوب او تخرج من البرنامج ككل وتبدأ تحسب الافريج. دخلت مثلا 9 5 4 واستكفيت بالتلات ارقام دول، لو كتبت ماينس 1 هيعمل اكزت من اللوب واكزت من البرنامج. ولكن زي ما اتفقنا المحاضرة اللي فاتت كان في مشكلة في ماينس 1. طب ايه المشكلة؟ ان هو بيبدأ يدخل ماينس 1 داخل التوتال، فبالتالي حساب المين او الافريج هيطلع فيه مشكلة، علشان خاطر المين او الافريج مرتبط بحساب التوتال اللي هو التوتال على الكاونت، عدد او مجموع القيم على عددها. النهاردة ان شاء الله هنناقش المسألة ديت بكل بساطة. كل الفكرة ان انا عندي داخل الديزاين هبدأ اعدل في جزء بسيط جدا. هاجي هنا، طبعا انا مازلت شغال على الكونديشن الخاص بماينس 1 اللي هو النكست نمبر نفسه اللي هو الانبوت اللي بيدخله اليوزر لا يساوي ماينس 1. المحاضره اللي فاتت كان في مشكله وبدانا نكتب 0 بدل ماينس 1، لا انا النهارده مصر ان انا اكتب ماينس 1 وابدا اعالج المشكله. هنا طبعا هنا بيساله بيقول له ممكن تدخل نكست نمبر او ماينس 1 علشان خاطر تعمل ايه؟ تعمل ستوب وتعمل اكزيت من البرنامج. طيب لحد الان تمام، الكلام ده احنا خدناه المحاضرة اللي فاتت. ايه الجديد في محاضرة النهاردة؟ الجديد هو الجزء الخاص بالكونديشن. تمام، انا هنا مش هحتاج else، هو حتى قالك else do nothing مش مشكلة، هشتغل بإيف بس. هقول له إيف النكست نمبر اللي هو الانبوت بتاع اليوزر، الرقم اللي هيدخله اليوزر لو كان ماله لا يساوي ماينس 1 ابدأ انك انت تحسب التوتال وتعمل انكريمنت. يبقى هي دي الحالة الوحيدة اللي هيروح يعمل ايه؟ يعمل فيها حساب التوتال ويعمل انكريمنت. طب لو كان بماينس 1 اكيد ولا هيحسب التوتال ولا هيعمل انكريمنت، وكده كده اصلا داخل اللوب اللي هيحصل هيروح يعمل اكزت من البرنامج، لان اتفقنا علشان خاطر تدخل اللوب ديت لازم تكون النكست نمبر مالها لا تساوي ماينس 1. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ هو ده الكود، طبعا هنبدأ نكتبه مع بعض. هو ده الجزء الخاص بالكود، نفس اللي احنا قلناه بالظبط داخل الديزاين. if next number لا يساوي not equal minus 1 روح احسب التوتال وروح اعمل ايه؟ increment. تمام، هي دي الحالة الوحيدة اللي يقدر من خلالها يعمل الانكريمنت ويحسب الايه؟ التوتال. طب اعمل الكلام ده داخل الكود. الاول اروح اجرب الكود بتاع المحاضرة اللي فاتت، هو ده الكود بتاع المحاضرة اللي فاتت بدون اي تغييرات خالص. تمام، عرفت متغير اسمه count، طبعا الانيشال فاليو بتاعته بزيرو وهو انتجر، التوتال انتجر والانيشال فاليو بتاعته بزيرو، متغير مهم اسمه next number ومتغير تاني اسمه المين. النكست نمبر انتجر هيكون بمثابة الانبوت بالنسبة لي، المين او الافريج عبارة عن فلوت. تمام، طالما ان النكست نمبر مالها لا تساوي الماينس 1 ابدأ نفذ الجمل ديت، روح طلع المسج ديت.
تمام، روح طلع له رسالة، اطبع له رسالة او اطبع له جملة قول له فيها انتر نيكست نمبر. طبعا ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن برومبت، ولكن في النهاية طبعا هيشتغل بايه؟ بالريد انت. يبقى هيبدأ يعمل ايه؟ ياخد انبوت من اليوزر، طيب لحد الان تمام، ويبدأ يخزنه داخل النيكست نمبر. التوتال عبارة عن ايه؟ عبارة عن التوتال القديم زائد النيكست نمبر، عبارة عن كونتينر. انا بتكلم عن التوتال، عبارة عن كونتينر ببدأ اخزن فيه كل الارقام بتاعت نيكست نمبر ايا كان عددها. طب هنا حد يسألني سؤال، بالنسبة لللوب ديت هتلف كم مرة؟ في الاول احنا اتفقنا كانت بتلف كم مرة؟ 50 مرة. طب وهنا؟ لا هنا ما اقدرش احدد. طب ليه؟ لان اليوزر هيفضل يدخل في ارقام لحد امتى؟ لحد لما يكتب لي ماينس 1. يبقى اليوزر عنده الحرية في الاختيار، يعمل ستوب للوايل لوب او ما يعملش ستوب. اول ما يدخل مجموعة من الارقام ايا كان عددها وعايز يروح يعمل ستوب ويعمل اكزيت من البرنامج هيكتب ماينس 1. طب لحد الان تمام. طبعا ما تنساش الانكريمنت اللي هو كاونت بلس بلس او كاونت بي ايكوال كاونت بلس 1. هنا هحسب المين، عبارة عن التوتال على الكاونت، مجموع القيم على عددها. اوعى تنسى تحول التوتال لفلوت. طبعا انا بتكلم الكلام ده بسرعة علشان احنا يعني قلنا الكلام ده اكتر من مرة. السطرين اللي هو الاخير وقبل الاخير دول اهم سطرين عندي. بروح اطلع الاوتبوت بتاعي، بروح اطلع التوتال واطلع المين، تمام، من خلال طبعا الرايت انت بي ار سي ار والرايت فلوت بي ار سي ار، البي ار برومبت والسي ار كارج ريتيرن. في الاخر خالص بقول له بريس انتر تو اكزيت. طيب لحد الان حد حس ان احنا عملنا اي جديد؟ لا، دي محاضره المحاضره بتاعه المره اللي فاتت. اروح اشغل البرنامج واجرب، بيقول لي انتر نيكست نمبر، هقول له 9 وكمان انتر وبعد كده 9، يبقى مرتين 3 4 5. عندي كام؟ 9، عندي 5. طب عايز اخرج، يبقى انت كده مستعد تقول له ماينس 1. طب انا مش عايز اخرج، يبقى تيجي كده وتكتب اي رقم تاني انت عايزه، مفيش اي مشكله خالص. اذا اليوزر زي ما اتفقنا هو اللي بيتحكم في عمليه الايه؟ عمليه الستوب، بيعمل ستوب لللوب وكمان بيعمل اكزيت من البروجرام بتاعي. طب انا خلاص كده انا استكفيت بالارقام ديت، هقول له ماينس 1 واضغط انتر، هيبدا ان هو يعمل لي حساب التوتال. التوتال هنا عندي غلط، ليه؟ لانك انت عندك كام رقم؟ عندك 5 ارقام تسعات، 5 في 9 بكام؟ ب 45، والنتيجه هنا طالعه ايه؟ طالعه 44. لو حد يفتكر معايا احنا اتكلمنا قبل كده على انواع الايرورز، قلنا ان الايرورز اهم انواعها 2، طبعا هم اكتر تمام، ولكن اللي يهمنا دلوقتي 2. عندي السينتاكس ايرور وعندي اللوجيكال ايرور. السينتاكس ايرور ممكن تكون انت مثلا عرفت متغير واستعملته باسم مختلف، ممكن تكون كتبت يعني كلمه غلط داخل الكود، تمام، كتبت الكابيتال سمول والسمول كابيتال، واحنا عارفين ان سي بلس بلس كيس سنسيتيف يعني حساسه لحاله الاحرف، هو ده السينتاكس ايرور. طب واللوجيكال؟ اللوجيكال للاسف الكمبيوتر مش بيكتشفه، الكومبايلر مش بيكتشف اللوجيكال ايرور. طب ليه؟ لان هو مش هيقدر يتعرف على يعني وجهه نظرك انت عايز تطلع الارقام بانه شكل. انت هنا بتقول له انا عندي 5 تسعات وماينس 1، هو طبيعي جدا هيروح يجمعهم، ولكن النتيجه هتطلع غير متوقعه. علشان كده اكتشاف اللوجيكال ايرور بيتم بالعين المجرده، ببدا اتتبع الكود بتاعي خطوه خطوه سطر سطر حتى لو كان 1000 سطر. اذا كده احنا عرفنا ان اللوجيكال ايرور اصعب، ولو جالك في الامتحان وقال لك صلح كود معين انا متوقع يقول لك سينتاكس ايرور علشان يكون اسهل. يعني ممكن تكون مثلا هو كتب لك كلمه توتال فوق التي سمول وجاي يستعملها تحت راح كتب التي كابيتال، ده سينتاكس ايرور. طب لحد الان تمام، دي مشكله المحاضره اللي فاتت. هربنا منها ازاي؟ هربنا منها عن طريق ان انا بروح بدل ماينس 1 بروح اكتب 0. ليه؟ علشان لما يجي يجمع الارقام على الزيرو التوتال هيطلع صح، وبالتالي لما يجي يحسب الافريج الافريج هيطلع صح. تعال نجرب، اروح اشغل البرنامج بتاعي، 9 انتر، 9 تاني وتالت ورابع وخامس. انا كده عندي كام 9؟ عندي 5 تسعات. اول ما اقول له 0 علشان اروح اعمل اكزيت هيقول لي المجموع كام؟ 45، تمام، ويروح طبعا يقسم على العدد يطلع المين بتاعي عباره عن 7.5. يبقى انا كده شغال تمام،
ولكن انا مصر ان انا استعمل ماينس 1. طب خلي بالك ماينس 1 هتعمل لك مشكله، انا عارف ان هي هتعمل مشكله. انا دلوقتي هبدا ان انا اعالج المشكله دي، وعلى فكره المثال ده موجود في الكتاب. تمام، هعمل ايه؟ هرجع تاني هشيل الزيرو وابدا اشتغل بماينس 1 واعالج المشكله بتاعت ماينس 1. المساله بكل بساطه هتيجي هنا، قبل ما تروح تحسب التوتال وتعمل انكريمنت هتروح تشتغل بإيف كونديشن، هتقول له إيف وتفتح أقواس وما تنساش الكيرل بريسز، ده الأوبن، أمال الكلوز فين؟ الكلوز هنا. يبقى بعد لما تخلص السطرين دول، تمام؟ طيب السطرين دول هيتنفذوا إمتى؟ لما يكون النكست نمبر. أنا هعمل هنا غلطة سينتاكس وعايز إن أنا أوقعكم فيها، فياريت الناس تكون مركزة معايا. هقول له نكست نمبر، حد لاحظ أنا عملت إيه؟ ال n عملتها ايه؟ عملتها سمول، وانا عامل لها ديكلاريشن فوق كابيتال، يبقى لازم ارجع واصلح الايه المشكله دي. هقول له ايه في next number ماله not equal minus 1. يبقى انت كده حليت المشكله. طب لو سمحت افهم ايه اللي انت عملته ده؟ كل اللي انا عملته، انا عملت كونديشن ما يقدرش ينفذ السطرين دول الا لو كان الكونديشن ده ايه بترو، الا لو تحقق الايه الكونديشن دوت. طب ايه هو الكونديشن؟ لما يكون الانبوت بتاعي اللي هو المدخلات بتاعتي اللي هو الرقم اللي اسمه نيكست نمبر دوت، مش ده عباره عن فاريبل، عباره عن متغير. لو كنت انت دخلت النيكست نمبر دوت بماينس 1 اذا مش هينفذ السطرين دول، ودول اهم سطرين عندي، السطر بتاع الانكريمنت كاونت بيكوال كاونت بلس 1 او كاونت بلس بلس، الاثنين بمعنى واحد، والسطر الاهم هو حساب التوتال اللي كان بيحصل فيه مشكله. فاكرين كان بيعمل ايه؟ كان بيحط الماينس 1 على التوتال فيطرح واحد من المجموع الكلي. لا انا هنا هعمل ايه؟ هخلي المجموع الكلي زي ما هو. لو انت اشتغلت على 5 تسعات، 5 في 9 ب 45، يبدا يحسب لك التوتال ويقسم التوتال على الكاونت، يطلع النتيجه لوجيكال، ما فيهاش اي مشكله خالص. اعتقد كده اتفهمت، ولكن كمان عايز اضيف جزء معين، انتر نيكست نمبر تمام اور ماينس 1 تو ايه تو ستوب، زي ما هو كتبها في الكتاب بالظبط. عايز تكتب تو اكزيت مفيش اي مشكله، دي عباره عن برومبت، عباره عن رساله بتطلع لليوزر علشان خاطر يفهم ايه هو الانبوت اللي هو هيكتبه. هي دي كل المشكله. هروح اعمل ران للبرنامج بتاعي واكتب، طبعا هنا تلاقي طبعا الرساله مختلفه، انتر نيكست نمبر اور ماينس 1 تو ستوب. هكتب 9، ادي مره 2 3 4 وادي 5، وفي كل مره بنزل انتر. 5 في 9 ب 45 تمام. طبعا هنا طالب مني اكتب ماينس 1 عشان استوب، ادي ماينس 1، المفترض يطلع لي التوتال 45 تمام. طالما طلع لي التوتال 45 اذا كده المين بتاعي تمام، يبقى انا كده ما عنديش اي مشكله وحلينا المشكله بتاعت حساب المين. النهارده كان اخر درس في يونت 2، وكمان خلصنا موضوع المين ابلكيشن او الافريج ابلكيشن، وانا متاكد ان شاء الله هيكون منه سؤال في الامتحان. ممكن يسألك زي ما اتفقنا عن الديزاين، ممكن يسألك عن الداتا تيبل، او ممكن يسألك عن الكودينج ستيج. وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.